شوفوا انطلاق النسخة التاسعة من شي كان، ملتقى رائدات الأعمال واللي بيقام بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية. اتعملت كمان حلقة نقاشية وورش عمل ومحاضرات، وكان في عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة ومسؤولين وإعلاميين. تقرير لطيف جدا جدا جدا، أدعوك لمشاهدته. الايفنت اللي دعم المايقه بقاله 9 سنين بالذات ادارة الاعمال، والسنه دي بندعم المايقه في كل المجالات وبنحتفل بيها في الايفنت في الحدث بتاعنا. احنا تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه وتحت رعايه وزاره التضامن الاجتماعي، ومعانا مشاركه وزاره التنميه المحليه ووزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه. الفعاليات اللي بتتم بيبقى 3 حاجات في نفس الوقت. مسرح بيتم عليه سبيتشز وتوكس من 9:30 لحد بالليل، واكسبشن زي ما احنا اتكلمنا رواد الاعمال المصريين اللي بيعملوا شغل مصري بايادي مصريه 100%، ورك شوبس ورش عمل في مختلف المجالات. شيكان السنه دي تحت شعار اكتر من بعد، الناس دايما بتصنف او مؤخرا بتصنف الست ان هي يا امراه عامله يا ربة منزل يا بتحطها في قالب. السنه دي الايفنت بيقول ان الست ليها اكتر من بعد. احنا بنشتغل بالفعل مع وزاره التخطيط على برنامج رائدات 2030، ده برنامج احنا بننفذه للبنات اللي عايزه تبتدي مشاريعها، وكذلك معانا كذا برزنتيشن من كذا وزاره. احنا الايفنت تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه ووزاره التضامن الاجتماعي. طبعا انا سعيده جدا بوجودي النهارده، ايفنت مهم جدا. احنا النهارده موجودين بنتكلم عن المراه وقدرتها على تحقيق حلمها في المجال بتاعها، والنهارده انا موجوده عشان اتكلم عن الاكسبيرينس بتاعتي في عالم السوشيال ميديا ككونتنت كريتور، ازاي ابتديت، ازاي قدرت ان انا احقق فيها نجاح وقدرت ان انا اقدم فيها محتوى. احنا عاملين مشروع تخرج عن العلاج بالفن، ازاي ان احنا بنستخدم الفنون في علاج الامراض الجسديه والنفسيه، فكنا جايين النهارده حابين ان احنا نبقى جزء من الايفنت ده لانه تقريبا اكبر ايفنت بيدعم المراه، فكنا عايزين نشوف ازاي المراه بتخفف عن نفسها الضغوطات اللي بتواجهها، الضغوطات مثلا اللي بتواجهها في حياتها اليوميه سواء هي بتشتغل او لا. احنا بس بنحاول نغير فكره الناس عن كليه حقوق، وان الست ليها مكان. هو كانت الستات في الاول لما تيجي تخش كليه حقوق اللي هو لا دي كليه رجاله، انت ايه اللي مدخلك هنا؟ فاحنا بنحاول نغير ده، بنتكلم عن الوومن ان لو، دي القضية من القضايا اللي احنا بنحاول نغيرها. شغلي كان عبارة عن شنط وشغل ديكور. شاركتي في شي كان، دي أول مرة أشارك معاهم، طبعا شرف لي إن أنا أشارك معاهم لأول مرة. بعمل منتجات كلود طبيعية وطباعة يدوية على القماش. أنا شاركت من شي كان، شافوا المنتج بتاعي واختاروني وكلموني على أساس أبقى معاهم هنا، وأنا مبسوطة قوي. أنا شايفة إنه حدث حلو، اهتماماته حلوة بالمرأة بالصحة النفسية وحاجات كتير. أنا كنت معاهم من البداية فمتابعة معاهم كل حاجة، بقدم معاهم وهم بيساعدوا في كل بقى الأفكار اللي ليها علاقة بأي بنت تبتدي بروجكت بتاعها. وانا اصلا بدا معاهم من البدايه خالص، من ساعه ما كانت لسه فكره لحد ما بقت بوز زي ما انتوا شايفاها كده.